إن التحليل النفسي لأي طفل يلتحق بالعصابات يشير إلى وجود قنوط عميق وصدمة شديدة واختلال عقلي. الأطفال الممتلئون بالأمل لا يلتحقون بالعصابات، ولكن عندما تكون حياتهم تعسة تصبح العصابات المكان الذي يلتجئون إليه، والتعاسة تذهب الرفقة السيئة. الأطفال لا يريدون أي شيء عند انضمامهم للعصابات، فغالبا هم هاربون من أمر، وغالبا لا تستطيع أن تلاحظ هذه الأمور. بهالتجربة هيدي كان عمري 20-21 سنة. لماذا على الطفل أن يقول نعم؟ لماذا لا يقول لا للكفاح المسلح؟ سوف يقول لا إذا كان قادراً على تأمين الغذاء لنفسه، أو إذا كان عنده أمل في تأمين مستقبله أو في الحصول على وظيفة، ولكن للأسف جميع أفراد عائلتي مرتبطون بالعصابات. أعتقد أنني اخترت أن أختفي إثرهم، لقد قالوا لي أنني سأموت في أحد الأيام. الانضمام للعصابات هو الإدمان تماماً كالمخدرات، وتتطور لتصبح شغفك في الحياة، فأنت تحب هذه القوة وتحب هذا الإدرينالين وتحب أن يخاف منك الناس، فهذا شعور رائع. فنحن كلنا من حي حدا يقلمونا، وأفراد العصابة يقبلون بي مهما حصل. كل ما علي هو أن أفعله للتفوق هو إظهار الولاء وحد معين من العنف، وقلت الحي هو أهم. العصابات هنا تحارب من أجل هدف معين، من أجل مشاريع معينة أو زاوية شارع أو حي معين. أنت تقاتل من أجل منطقة لا تملكها أصلا، وبالتالي فهي لا تعني لك شيئا. ولكن الطفل الذي لا يملك أي شيء ويبحث عن شيء ما، عن هدف في الحياة، عن شيء. نيكوليت النوس من مواليد بيروت. أنا إلي نصرة أبي طايع من ضيعة جنوبية اسمها المعمرية. أنا سعود كريم أبو شبل، المنطقة اللي كنت. عندما دخلت السجن تعلمت أن المسجونين الآخرين لا يهمهم ماذا فعلت خارج السجن، فعلى الفرد أن يكسب اسما خاصا به داخل. فحملت السكين وهاجمت على الحشد، وبدأت أطعن وبدأت أقاتل مهما كلف الأمر. ما لم تسمح للطفل أن يقرأ ويستوعب ما يقرأ في كتاب حول الإنسانية مثلا، فالطفل لن يتعلم شيئا، ولكن المعلم يتحكم في المسيرة التعليمية للطالب في هذه المدارس من خلال إشارة إلى ما هو مكتوب هنا وما هو مكتوب هناك، بدون أن يسمح للطالب أن يستوعب شيئا. فعلى سبيل المثال، المعلم يحمل القرآن ويقول للطلبة: مكتوب هنا يا أيها الناس عليكم قتال ذلك الجيش، لأنه جيش أمريكي مدعوم من قبل الهندوس. وهكذا يزرعون الكراهية في عقول الأطفال ضد الجيش الباكستاني، وتلقائيا يصبح من السهل على الطلاب محاربتهم. القليلون فقط تجرؤوا أن يسألوا في أن سوات لم تكن موجودة، وللأسف هؤلاء لم يعيشوا طويلا.
ولكن كيف يستطيع الإرهابيون استقطاب الأطفال؟ هناك الكثير من الأطفال في قرية سوات الذين لا يذهبون إلى المدارس، لماذا؟ قد يكون ذلك نتيجة سلوك غير سوي أو عدم قدرتهم على تحمل تكاليف التعليم بالرغم من أن المدارس مجانية. إذا التحق الطالب بالمدرسة قد لا يتمكن من كسب المال الكافي لتناول حتى وجبة واحدة في اليوم، فمن خلال إغراء الأساسي يسهل استقطاب الأطفال الذين لا يلتحقون بالتعليم. فعلى سبيل المثال يقولون للطفل هل تريد بعض الطعام؟ تفضل، يستجيب الطفل ويأخذ الطعام. وفي اليوم التالي يقولون للطفل هل تريد شيئا آخر؟ يمكنك الذهاب لمكان آخر. في اليوم الثالث يستقل الطفل المركبة لأنه يعتقد أن كان عمري 16 سنة. بلشت إنه يلا نروح على معسكر الفدائيين نتدرب. أنا ومجموعة أطفال بالسن 14 و15 و16 سنة. Identity with their space. They were saying that, well, that's all I had. I had to create a rationale for myself that this neighborhood is the neighborhood I have to protect. الغرفة اللي نحن نايمين فيها. لو فجرت القذيفة بهذه الغرفة كنا نحن العشرة ميتين. فهم عجلونا بقذيفة هاون 60 صغيرة، وكان في حاجز رملي بسيط، فانفجرت القذيفة، أنا راسي فوق الحاجز، فاجت القذيفة هيك ضربت بهالشكل، والشاب اللي كان معي اسمه إبراهيم كل هذا الجنب راح. إن مفهوم الإسلام عندهم غريب للغاية، حيث يعتقدون أن كل ما يفعلوه مبررا من أجل تحقيق أهدافهم. علم، ليه معنا رئيس؟ كانت أسئلة بالطفولة، يعني إنه نتعرف على ذاتنا من خلال الأطفال الآخرين. كم عدد الضحايا؟ ماذا فعلتم يا شباب؟ أنت في ساحة المعركة ولا تفكر بما يشعر به الشخص الآخر، لأن جل تفكيرك ينحصر فيما هو مناسب لك، وفي تلك اللحظة تشعر أن هذا هو العمل الصواب، ولم أهتم بما شعر به الآخرون. كلما عملنا أكثر وتسببنا بالمزيد من الضرر صار حالنا أفضل.
لقد كنت خائفا من أعدائي وكرهتهم لأنهم خانوا لبنان. ثم زادت كراهيتي لهم عندما قتل أصدقائي المقاتلين. وزادت الكراهية أكثر عندما قتل المزيد من المقاتلين. إلى أن وصلت إلى حد الانتقام، عندها لم يعد يهمني شيء فأصبحت آلة قتل. أكثر من محل جرحت في إصابات بالغة في رأسي وفي صدري، وكان لازم أموت ونجوت بالصدفة بالعجوبة بكذا. يعني أصلاً وجودك في الحرب هو احتمال موت حتى لو لم تصاب. نخسر بناية نأخذ بناية، نخسر شارع نأخذ شارع. بإحدى المعارك اللي صارت بعين الرماني نحن خسرنا بناية من البنايات، رجعنا حررناها بالتعبير العسكري. بهيدي البناية لما طلعنا عم نتفقد البناية بعد فيها شيء، طلع في فلسطيني موجود. لما اتصدمت انا وياه بوش بعضنا قال لي ما تقتلني، انا وحيد عند اهلي، انا بعيش ولادي بعيش امي. صدقي قديش ما تتصور شو هالشعور بتحس فيه. بس صار يقول لي يعني بس جاب سيره امه صرت حس انه انا نفس وضع، انه انا صار لي شيء مش بتعمل امي. وعدته انه ما راح اقتله، اخذت منه سلاحه واخذت منه كل اغراضه، نزلته على البنيه على الدرج وقطعته الطريق. ولما قطع صار يكبر ويقول الله اكبر. لكن هناك شيء واحد يمكنك القيام به، وهو محاولة مساعدة المجتمع بشكل عام. أعني مجتمعك ومجتمع المجتمع اللبناني، وهذا كل ما يمكنك أن تفعل بعد 20 عاما أو 30.
أني ميت لشوفه ولا بدي ما أشوفه. أنا ما حرمت. ليش ما حرمت؟ لأني أنا زلمة واعة وبعرف نتائج الحروب. كنا نقول له أنه يعني كان عمري 15 سنة، أنا بسن مراهقة، عايش جو حرم جو أحزاب، فلا أقدر أتأقلم مع الناس، كانت كتير صعب علي. تعال يا صديقي، لقد صنع هذا من أجلنا، إذا ذهبت للخارج فسوف تعلق في مكان، تعال واترك كل شيء، دعنا نأخذ كل هذه الأمور من هنا. تماما مثل أي أهل صالحين، تريد أن يعبر طفلك من خلال باب الصيحة؟ لا يمكنك أن تقول يمكنك اختيار أي من الأبواب، كلا ليس هذا الباب، سوف أساعدك إذا قررت العبور من خلال باب الصيحة، أما إذا كنت تريد العبور من خلال باب الدمار الذاتي فأنا لن أساعدك عندئذ وستكون لي. وهذا يتمحور حول التوعية من جديد والمحبة، لأننا نحاول أن نعيد الناس إلى فطرتهم وأن نقول لهم هذه هي حقيقتك، خصوصا عندما يكون الأشخاص طقساة على أنفسهم ويعتقدون أنهم سفاحون. بدلا من ذلك نريد أن نقول لهم لا، هنا المحبة، هنا المرآة، هنا جوهرك.